رسول جيت نقول لك اخر ركنه قاله لي حبيبك يقبل ما يموت قال لي قول لها تهلي في روحك هذا مكتوب احكي ما لنا يفرق القلوب اتمنى يعيش معك تيا يتزوج بيك وتجيبوا ذريه يا وتعيش وفوق اتمنى يعيش معك تيا يتزوج بيك وتجيبوا ذريه يا وتعيش وفوق جاو قالوا له راهم خطبوك الوحد خناف يا وراهم مدوك يا وتقاس بزاف اسمع الخبر يا وطاحت غشا ولحقت عليه يا نايا في البلاصة قال لي هاد الكلام جاو قالوا له راهم خطبوك الوحد خناف يا وراهم مدوك يا وتقاس بزاف اسمع الخبر لي وطاحت غاسة ولحقت عليه يا نايا في البلاصة قال لي هاد الكلام خرجت من فمو ودمعتي طايحة من خدو ربي هنيها آخر كلمة خرجت من فمو ودمعتي طايحة على خدو ربي هنيها آخر كلمة خرجت من فمو ودمعتي طايحة على خدو ربي هنيها آخر كلمة خرجت من فم ودمعتي طايحة على خدو ربي هنيها جيت نقول لك آخر ركنة قاله لي حبيبك أقبل ما يموت قال لي قول لا تلي في روحك هذا مكتوب احكم ما لينا يفرق القلوب أتمنى يعيش معك تيا يتزوج بيك وتجيبوا ذرية يا وتعيش وفوق اتمنى يعيش معك تيا يتزوج بيك وتجيبوا ذرية يا وتعيش وفوق خوتي موصيكم جميع من واحد ووحدة يحبوا بعضهم يتزوجوا يديوا بعضهم ويعيشوا فوق